ليست في القدس ولا في الضفة الغربية. مخالب آليات الهدم الإسرائيلية هذه المرة تطال بيوتاً أربعة في مدينة الطيرة داخل الأراضي المحتلة عام 48. ظلم قهر، حكم القوي على الضعيف. يعني كنت مأهل ثلاث بيوت للأولاد حتى يعني زي ما يكون يعني أمن مستقبلهم، وزي ما أنت شايف. إعدام ميداني للأحلام وللمستقبل. يصف الفلسطينيون هنا سياسة الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص، والتي ارتفعت وتيرتها منذ تشريع قانون كامينتس قبل 3 سنوات. نور الذي كان بأمس الحاجة إلى منزل يوفر احتياجاته بسبب إعاقته الحركية، بات عليه البدء من الصفر مجددا. بنيت هاي الدار لأنها عشان تبقى أريح لإلي، أريح تنقل، أريح وسيعة لإلي تغدى، أعرف أتنقل من غرفة لغرفة، من مطرح لمطرح، كل سهولة بكل راحة. أنا هنا عايش في غرفة، يعني فوق ما أنا كثير تعبت بالحياة، فوق هذا بدهم يدفعوني مصاري حق الدار، حق هدمها. بحسب التقديرات فإن نحو 70,000 منزل فلسطيني مهدد بالهدم، في حين أن نحو 97% من قرارات الهدم الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية تتعلق بأبنية داخل البلدات العربية. تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أكد أخيراً أن سياسة إسرائيل على جانبي الخط الأخضر تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة وتنحاز إلى مصلحة المواطنين اليهود على حساب المواطنين الفلسطينيين. وقد يكفي القول بأن أقل من 3% فقط من مجمل الأراضي المحتلة عام 48 تتبع للبلدات العربية. هناء محميد، المثلث الجنوبي، الميادين.